على الطقم القديم على الجسم العتيق ونقطع السطر، والله بيعرف هالجسم العتيق كم بدلة هرى غيركم ورح يهريكم، وانتو جايين بسنة انتخابية مثل ما قال دوت الرئيس عم بيوعدنا، الأخضر رح يصير يابس والحرام رح يصير حلال والممنوع رح يصير مسموح، وشغلكم مضروب ومعاناتكم مليار مرة عن أي حكومة بتجي برات مناخ انتخابي. هيك العادي بلبنان، ما رح تفرق عليكم أبدا. اليوم تطلبون منا الثقة. شو يعني الثقة؟ الشعب انتخبنا، نحن 128 ما بنقدر ندير دولة، انتو 24، انتو اليوم طالبين تفويض منا باسم الشعب اللبناني لتديروا لهيدا الشعب هذه الدولة، ومطلوب منا نراقبكم ونحاسبكم ونحاكمكم، وحتى بالقانون قلنا حق نسجنكم اذا عنا لجنة تحقيق برلمانية اخذت صلاحيات قضائية. يعني عنا كل الصلاحيات عليكم فقط لشغلة وحدة، لحتى من بعد ما نعطيكم الثقة وتديروا شؤون الناس تديروها كما يجب. الدستور بيقول مهمتك كوزير شغلة وحدة بس، إدارة مصالح الدولة والسهر على احترام القوانين والأنظمة، شغلتين بس إذا بتعملهم بيمشي الحال. ولأن مجلسنا الكريم بصراحة على مدى السنوات وبظروف عديدة، ولأن الحكومات هي خلطة سياسية بين المجلس والحكومة، يعني أنا هون وأنا هون، لأنه بكون أنا هون وأنا هون، أنا هون ما بحاسب أنا هونيك، لم يقل وزيرا ولا حكومة ولا حكم أحدا رغم الفظائع التي ارتكبها كثيرون، ووصلنا إلى الكارثة التي نحن فيها اليوم. من هنا أعود البيان الوزاري. بالقراءة العريضة لهذا البيان يبرز فورا خلل أساسي وبنيوي فيه دولة الرئيس مئاتي، وأهم في هذا الخلل أنه يتعاطى مع نتائج الأزمة الخانقة التي نحن فيها، ويعدد المآسي التي وصلنا إليها، ولا يتطرق مطلقا إلى أسبابها ومسببها، وكأنما هذه الأزمة ومآسيها قد نتجت عن زلزال أو فيضان مدمر أو احتلال أجنبي نهب خيرات البلد، أو كأن هذه الأزمة نتجت عن حرب كونية أو أهلية أو إسرائيلية مدمرة، أو أن يقال لولا الكورونا لكنا بألف خير. ليس من كلمة واحدة في هذا البيان عن أسباب هذه الأزمة. كيف بدك تعالج إذا مش عارف تشخيص؟ كيف يمكن أن تعالج إذا لم تقم بالتشخيص؟ كيف عم نعالج الأزمة؟ بدنا نجيب مصاري من هون ومن هون ومن هون ونوزع هيك، يعني بفضل بدل ما تكون اسمها الإنقاذ حكومة تنظيم وإدارة التسول. هيدا الصراحة المهمة الرئيسية لإلى اليوم. شو أسباب الأزمة؟ إن أسباب تلك الأزمة تختصر بكلمة واحدة: البشر. وبالتأكيد لا أعني بشر الشارع ولا بشر الاغتراب ولا بشر الناس، بل بشر السلطة، بشر الدولة، هم من دمروا هذه الدولة. بشر الدولة هم هذه التركيبة، هذا النظام السياسي الطائفي الذي تقاسمها حصصا ومحميات وأزلام، والذي لم يشبع من هذا التقاسم حتى هذه الحكومة، رغم أن الهيكل قد انهار فور رؤوس الجميع، الدولة قتلت ولا يزالون يتقاتلون على جثتها. نحن قدامنا مش دولة، قدامك دولة رئيس، جثة الدولة، جثة الدولة بكل معنى الكلمة. في هذا البيان الرئيس مئاتي وحكومته يريدون أن يعالجوا البرد بدءا من النتائج وما بعدها، وليس من خلال رؤية لمعالجة الأسباب والتشخيص. لو وضعوا فقط في البيان الوزاري تعدادا لأسباب الكارثة، ما تحطوا مسؤولين كنتم، حطوا تعداد أسباب الكارثة بس لتأملنا خيرا. لو قلتوا بس هون دغري فتوا استئناف المفاوضات مع سد النقد، إصلاح القطاع المصرفي، إعادة هيكلة الدين العام، كابيتال كنترول، توجيه سياسة الدعم الحالي، تصحيح الرواتب، الحد من التهرب، والباقي وعود 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 وإنشاء عربي لا فعل فيه ولا مبتدأ ولا خبر.
ولذلك لن أغوص في تلك القصائد الشعرية، بس بدي أكتفي ثلاث نقاط من هالبيان. ثلاث نقاط هي الجوهرية فيه. يا ريتك يا دولة الرئيس عدت الأسباب التي أوصلتنا بدون ما تشير لحدا، لأنك مش قاضي، بس لو عددتها كنا عرفنا أن حاطت أصبعك على موقع الخلل وستعالج هذا الموقع. بديت من النتائج وطلبت تعالج من النتائج، وثلاث ارباع المعالجة هي ترقيع من صندوق النقد الدولي وانت نازل، ما تواخذونا. موضوع الاقتصاد اول موضوع بدي اعلق عليه، والمال الموضوع الثاني، النازحين، والموضوع الثالث المحكمة الدولية، وبخلص دولة الرئيس. بالصدفة امس السبت كنت أقلب بعض القنوات الأجنبية، فوقعت على مقابلة محطة فرانس 24، فرانس 24، مع البروفيسور باسم سنيج، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة باريس للعلوم السياسية، ما بعرفه، مقابلة بالصدفة هيك عم بلعب بالتلفزيون. قال عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية الحالية بلبنان: غير صحيح ما يقال أن لدى لبنان نظام مصرفي، غير صحيح ما يقال أن لدى لبنان نظام مصرفي، بل الأصح أن يقال لدى النظام المصرفي لبنان. هيك فقعت بدايتي دغري. هيدا مش إنه ضد رياض سلامة أو ضد المصارف شيء، هيدا أستاذ بجامعة باريس سيونس بوليتيك هونيكي طالع على التلفزيون. الله بيحبك دولة الرئيس، وطلع بوجه وقال أن بيت القصيد في الانهيار المالي، في الانهيار المالي، عم بقول عنه. أنا فلسفت أنا بالاقتصاد، بتقول لي أنت أمن وما بعرف شنو وهيدا. أولا، تراكم الديون بلا حدود ودخول مصرف لبنان في تلك اللعبة خلافا لقانون النقد والتسليف. ثانيا، تثبيت سعر نقب وهمي للدولار على سنوات بقيمة 1507. سياسة استجلاب الأموال بفوائد مرتفعة وغير معقولة. توظيف المصارف لبودائع الناس في مصرف لبنان بلا ضوابط وخلافا لقانون المصارف وقانون مصرف لبنان، لقانون النقد والتسليف. الهندسة المالية جزء من هيدا الظواهر. وبيقول: وبينما كان على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ما قبل 2015 ان يعدل النهج المعتمد للسياسة المصرفية والنقدية، فإنه لجأ إلى مزيد من الاقتراض والهروب إلى الأمام بفوائد خيالية، مع المعرفة بأن الانهيار حتمي في حال شحة الأموال المستخدمة من المقتربين وغيرهم. وإذ بما حصل بالكورونا و17 تشرين وما بعدها، وما إن شحت تلك الأموال حتى سقط الهيكل على رؤوس الناس، وهو ساقط أصلا وكان يعيش على الوهم. هذا من الناحية التقنية. أما من الناحية الأخرى الغير تقنية، أسباب الانهيار اللي وقعنا فيه اليوم نحن، فهي تختصر بالبشر كمان بكلمة واحدة: الفساد ثم الفساد ثم الفساد ثم الفساد. هذا مختصرة. فوق كل ذلك بنتقل على النقطة الثانية اسمها النزوح السوري. نحن والرئيس مئاتي وكلنا يعني كنا حلفاء سوريا، مش هيك دكتور الرئيس؟ وبعدنا يمكن. يقول الرئيس مئاتي في البيان الوزاري: متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء هذا النزوح. يعني عم بقول الشغلة وعكسها. شغلة إنه متابعة عودتهم مش إعادتهم، في فرق بين العودة والإعادة. دولة الرئيس انتبه، الإعادة فعل تنفيذي، العودة فعل سلبي. فما مش أي الإعادة، إعادة ولا عودة قاصدة؟ بلا ما تجيب. فإذن الإعادة، وتاني شغلة تعزيز التواصل، نشهد عليهم. فإذن عودتهم ونشهد عليهم. هيدا بالبيان التعاطي مع النازحين. ليش قلت أنا أنه دولة الرئيس يجي بأول مصيبة وبنص مصيبة وبآخر مصيبة؟ لأنه مصيبة النازحين وقعت على لبنان بظل الحكومة الثانية لدولة الرئيس مئاتي ب 2011 مع بدء الأزمة السورية. عندما فتحت الحدود على مصر عيها
وفتحت البحار على مصراعيها رغم القرار 1701 يلي مرقت تطفل 2 و3 و4 و5 و6 و7 نزلت بسلعاتها وبترول وبطرابلس وعلى الشطاط اللبنانية مع وجود البحرية تبع اليونيفيل يلي ما شافت الموضوع هيدا. هيدا كله حصل بين 2011 وبعدها. ما بدي احكي عن شروط عرسيل وما بدي احكي عن الارهاب وما بحكي عن هيدا وما بدي احكي عن منع الجيش عن كل الامور هيدا. لكن اهم نقطة كانت هي النازحين. وتطوع لبنانيون وفرقاء لبنانيون مثل ما عنا بلبنان عطول بتعلق بالصين. بين الصين والهند دايما عنا فريقين، واحد مع الصين واحد مع الهند. اذا انقسم لبنان ناس مع ناس ضد، صار في ناس بدها سقط الاسد من لبنان. تبي هيدا حق مصاري ما في شي ببلاش. مثل الانقلاب تبع 2005 جاب مليارات، الحرب على سوريا جابت مليارات على لبنان. قبضها زعماء وشخصيات وأجهزة وغيرها، نحن بنعرفها مش سر دولة هيدي. سقطوه من لبنان. مراهنات. فتحوا الحدود على أساس بضعة أيام، بضعة أسابيع، بضعة أشهر. صار في انتخاب رئاسة تاني لسوريا، وبعد سوريا هي ذاتها ما تغيرت. إذا في زمن حكومتك دولة الرئيس، وإن شاء الله بزمن حكومتك تنحل قصة النزوح طالما بأيامك إجت، إن شاء الله بأيامك بتروح. بيقول البروفيسور سناج مبارح، إحدى الأسباب الرئيسية الإضافية لانهيار الاقتصاد اللبناني هو النزوح السوري. والسبب بيقول يشكل النازحون في لبنان 25% من مجموع الشعب اللبناني. يعني إذا قررنا بفرنسا لعددها 60 مليون نسمة، في 15 مليون نازح سوري بفرنسا. وإذا أمريكا 370 ل 400 مليون نسمة، فيها 75 مليون نازح سوري. وإذا ألمانيا 20 مليون نازح سوري. عندنا 25% من سكان لبنان هم نازحون سوريون. شو يعني نازحون سوريون؟ إذا ميزانك التجاري صار 19 مليار، هن عم يستفيدوا من ربعه ولا لا؟ يعني في 5 مليارات، إذا عم تقدم دعم مليارين عم يستفيدوا من ربعه. غلطان أنا؟ كل شيء عم تقدمه، كل شيء عم تصرفه، بنى تحتية، طرقات، وظائف، محلات. أنا ما حدا بيقدر يزيد علي لأنه لا أزال حليف سوريا في ضعفه وقوته. فيني احكي عن نزوح سوري مش من زاوية عنصرية، ما حدا يزيد علي. بكره يقول واحد قوي لي منهم لاجئين نازحين يشفق عليهم مزبوط ولازم يعبدوتهم الامنة، بس في ظروف لكيفية التعاطي مع ملف مش كبار بيقبضوا عنهم وبيدافعوا عن بقائهم في لبنان ولبنان بينهار. انقبض عليهم مصاري ليفوتوا، ولليوم بينقبض مصاري عليهم ليبقوا. انا مسؤول عن كلامي. 25% من كل ما يستهلك في البلد باليوم بعز الأزمة، أكيد صحتين على قلبهم من الناحية الإنسانية لا غبار. الله بيأمر بإغاثة السائل عبر السبيل بيأمر فيه، فكيف اللاجئ لعندك؟ ولكن في أصول للجوء لعندك. خرقت كل الأصول والمبادئ والأسس ليتحول هذا النزوح انهاكا للبنان تحت حجة واحدة بس، انه بدنا استعملهم ورقة ضغط على مين؟ قال على الرئيس اسد بسوريا بالانتخابات. صارت الانتخابات طلعوا ثلاث ارباعهم على لو ما صار تهديد وضرب وما بعرف شو، كنت كل الناس حين انتخبوا الاسد بيه ليرزي فوق. عشو عم نراهن بعد؟ فجأة اعترفنا بسوريا وطلع وزيرنا العظيم واجتمعنا معهم بالاردن وطلع وفد برئاسة زينة عكر ورحنا لهونيك وقعدنا، وفجأة نحن صرنا نزلنا عن شعارات ما بعرف شنو. ليش؟ لانه بدنا نشحد غاز. هو لا، هيدي مش سياسه، هي وطاوي سياسيه. سياسي بتقول بتحدد مصالحك على مستوى الدوله، بتحدد مصالحك الوطنيه، ثم بتضيف عليها الاضافات الخارجيه. ما بتحط كل مصالحك الوطنيه تحت اجر المصالح الخارجيه. اوكي اسمع، الشيء اللي بدك طالب فيه للنازحين دولة الرئيس، نازحين يجب أن يعودوا عودة آمنة، مظبوط، يجب إعادتهم عودة آمنة مبرمجة بضغط على الأمم المتحدة. بسوريا في محلات، بين لبنان وسوريا في سهل طويل عريض، سهل يعفور تعرفوا عن غايب، بيقدروا يعملوا مخيمات بتضل الأمم المتحدة مع النظام السوري، دولة سورية
وبيصير في قعده لقلهم وبيصرفوا عليهم نفس الشيء اللي بيصرفوه بلبنان. بيضحكوا علينا الامم بيدفعوا عليهم مليار و200 مليون بالسنه، ننبسط فيهم، ندفع مقابلهم 6 مليارات من على الخسائر الجانبيه بالاقتصاد اللبناني. بس شو ما عملت بالفقير اللبناني اليوم اللي هن 80% من الشعب، لن تستطيع ان تعطيهم ما ياخذ النازح السوري من الدول الموجوده. حتى نصف القروض دوله الرئيس اللي اقرناها بالمجلس كانت تشترط ان نشغل السوري كشرط لحتى نقدر ناخذها، مظبوط دوله الرئيس؟ صح. طيب لما هالقرض عم بقبله انا من برا، يعني نص الدين عم بيستفيد منه السوري، بس انا بدي ادفعه، انا الشعب اللبناني بدي ادفعه لهالدين. وبيقول لك نازح وقضيه انسانيه، وبالزمان زميل لنا اب وانتفض غارت فيه اللحيه الانسانيه خلصنا بقى. شو بيستفيد النازحين؟ بدي اعطي للناس مليونين شهريا للعائله، محروقات مازوت للتدفئه بالشتاء، سجلهم دوله الرئيس، 80 دولار لفتره شهرين على التعليم اونلاين، الطبابي والدواء ببلاش، دخول المستشفيات الحكوميه بشرفي، بيفوت اللبناني وبيفوت السوري، مش تمييز، السوري لانه في كاش بيفوت دغري اللبناني بيقعد كل النهار بينطر. انا مسؤول عن كلامي، الطبابي والدواء اولويه دخول على المستشفيات، تسليم فرش ومواد تنظيف ومواد غذائيه وحليب اطفال ومتطلبات نسائيه ببلاش، راوتر انترنت بكل مخيم صغير محطوط للاتصال ببلاش، تامين نقل التلاميذ مريول وكتب وكرتسيه ببلاش، يجي الفان اوتوبيس بيجي على المخيم بياخذهم بلمهم ويرجع بردهم، الكهرباء ببلاش، الكهرباء ببلاش، تركيب حمامات جوار صحيه، تجي سترنات تبع جوار صحيه بتشفط وبتروح بتكب الليطانه، بتكب الليطانه وبترجع. تصور دوله الرئيس شغله بس هيك بدها تتفاجئ فيها، الصليب الاحمر اللبناني بيركب شو اسمه بالمخيم، الصليب الاحمر اللبناني بيركب هيدي تواليت صحيه من هاي المصنوعه سلفا بينزلها، شو خص الصليب الاحمر اللبناني بالتواليتات بالمخيمات تبع النازحين؟ قادر تقدم هودي دوله الرئيس انت؟ قادر تعامل اللبناني كنازح؟ شيل الهيدا، نحن مع النازح، نحن مع النازح انه يكون معززا مكرما بارضه ويصرفوا عليه. شو معناته بقى؟ على شو عم تضغط بقى؟ على شو عم نضغط غير على حالنا لما عم نفرض على حالنا الفاتوره؟ بنقول للنقطة الأخيرة دولة الرئيس، كمان مسائب بزمنك غير النازحين، وضعنا نحن 4 ضباط بالتصرف، يوضع اللواء جميل السيد والعمداء واللواء علي الحاج و العميد مصطفى حمدان والعميد ريمو عزار بتصرف التحقيق الدولي وخارج وظائفهم الدولي واللبناني. تشاورت معك على اساس ضيفوا جمله انه على ان يعودوا الى وظائفهم في حال ثبتت براءتهم، قلت لي ما فينا لا، قلنا مش مشكله. محكمه دوليه بصراحه انا بتعاطى معها مش من زاويه اعتراف بالشكل المجرد، بتعاطى معها لانه حبستني 4 سنين، فاذا بما انه الي حق عندها مجبور روح اخذ الحق من عندها، وبما انه ما بدها تحاكم شهود الزور والقضاء اللبناني رفض يحاكمهم وما نزلوا من السماء، رحت لعندها قتلتها لجيب شو ادله شهود الزور وجبتهم بعد 3 سنين 4 سنين حرب عندها. طيب تقول دولتك عن المحكمه الدوليه انه هيدي المحكمه الدوليه راح تتابعها على ان ينتهي التعاطي معها سنه 2022، أكيد مش أنت اللي بتقرر أنت تنتهي المحكمة الدولية بدور، طالما قضية واحدة قاعدة 16 سنة عندها 3 قضايا عالقة جنابك أصدق بدك تمولها. بما أنك عم تقر باحترامك للمحكمة الدولية، عم تقر لاحترامك للمحكمة الدولية، وبرجع بقول أنا بيني وبينها ربط نزاع، إنما بنتيجة 10 مرات روحت على لهاي وآخرها غصبا عنهم قدمت حالي شاهد، اضطرت المحكمة الدولية في قرارها ب 18 آب الماضي يوم بعد انفجار الكارثة تبع المرفأ، ما كان في حكومة، طلعت حكم وقالت فيه ب20 صفحة بخلاصتها، استعرضت كل الفظائع المخالفة للقانون الدولي واللبناني وشهود الزور والتركيبات اللي صارت، وقالت على الدولة اللبنانية السلطات اللبنانية أن تعتذر من جميل السيد ورفاقه، وعلى الأمم المتحدة أن تعتذر وتعوض عن لجميل السيد ورفاقه عن مرحلة الاعتقال السياسي التعسفي. فإذا الدولة اللبنانية لازم تعتذر وتعوض، والأمم المتحدة تعويضا مسامحك فيه دولة الرئيس، بس الاعتذار مش مسامحك فيه لأنك أنت أول واحد
رفعت الغطاء كرئيس حكومي في ذلك الزمن، وهذا مش استفزاز لحدا، هذا انصاف للرئيس الشهيد رفيق الحريري، لانه اكيد هو ما قبلان ولا طالب حماس لدرجه انه ينجاب سود الزور لتتهم سوريا والضباط الاربع سنوات ويرجع ينتقل من نفس التحقيق، من نفس اللجنه اللي زورت، من نفس القضاء اللي زور، ان ينتقل التحقيق الى اتهام حزب الله. هيدي تقريئه بالقانون الدولي، لان الاداه التي تزور لا تصلح بمصداقيتها ان تتهم مره ثانيه اي طرف اخر، هيدي بحكموها وبيحطوها بالحبس. مش هيك دوله الرئيس. ختاما بطلب منك شغله، بركي اذا بتريد جاوبني هلا، اذا قادر تاخذ موقف قانوني وتقول سنضمن البيان الوزاري، لانك اول حكومه بعد الحكم، سنضمن اعتذارا من الضباط الاربعه، كون هيدا مشكور عليه. بس ما بدها موقف قانوني منك، بدها موقف رجولي يعني اكبر. اذا موقف رجولي وقانوني تاخذ مني الثقة. شكرا يا تاخذ مني الثقة. شكرا، انتظر كلامك وعلى اساسه بقرر.